كوثر، اشتقت لك كثير. بس لو تعرفي شو صار بغيابك. من شوي قالوا لي البنات لا تزعجي حالك. خير؟ شوفي جاي بكير، لساتني عم بلعب انا ومصطفى. مصطفى كيفك؟ ليك هون مخبيت لك اخ. يا الله كمان اخ تاني. بس انت اخوهم الكبير، يعني لازم تحب اخواتك الصغار وتهتم فيهم. انا بدي اروح لعند ماما، هلا بتكون كتير زعلانه مني. بكرة إذا جابت له ولد تاني بتروح علي يا كوثر. لا تقولي هيك يا مولاتي، نحن بصبي واحد مخالصين. مصطفى تعال لعندي حبيبي. شو اللي مزعله لحبيبي؟ كأنك ما كنت مبسوط بلعب عند بابا. ما بحب شوفك زعلانة وعم تبكي يا ماما. أنا ما رح زعلك بكل حياتي، وكمان ما بدي خديجة تبكي.